احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين طبعا الاجواء الجميله، كله بيستعد عشان الفطار ما شاء الله، منظر طبعا جميل جدا، وكل واحد جاب الفطار بتاعه من بيته ومتجمعين كلهم اهو، مشهد جميل اهو ما شاء الله. كريم محمد حمدون من قريه ابو حنظل بتمسوا عافيه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا وعيد سعيد علينا ان شاء الله باذن الله والامه الاسلاميه. انا شايف في تجمع جميل، احكي لي على التجمع الجميل ده. طبعا ده تجمع العيله بنعمله كل سنه، بنجمع نفسينا كلها الاطفال والكبار والشباب والبنات والستات كلنا بنتجمع كل سنه، وبنعمل فطار مجمع في رمضان كان بيتعمل في الجمعيه بتاع رجاله الجمعيه، وبنعمل يوم برضك اي مكان مفتوح بنتيجي بنتجمع كلنا، بنجيب كل واحد بيجيب فطاره من بيته او حد مثلا بيكفل بالموضوع كله، بنفطر مع بعضينا كلنا. انا شايف ما شاء الله الاجواء ايه بقى اللي يعني ازاي بتتجمعوا او في ليكم مثلا عملت التواصل طبعا بيكون يا اما عن طريق التليفون يا اما عن طريق جروب الواتساب او الموقع او الصفحه بتاعت الجمعيه عندنا في الفيسبوك، بنكون من خلالها بننزل طبعا الايفنت اللي عندنا مثلا الايفنت كذا، فان شاء الله نتجمع ونتواصل مع بعضينا وكلنا بنيجي طبعا ايه بنتجمع زي ما حضرتك شايف. كل سنه وانت طيب، هسيبك تجهز بقى زي ما حضرتك شايفين دلوقتي طبعا الناس كلها هي متجمعه، قبائل كثيره. هنتكلم معاهم دلوقتي ونشوفهم طبعا ساعه الفطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرف عليك؟ خالد محمد عبده. خالد كلمني عن الاجواء هنا والمنظر الجميل اللي انا شايفه. هنا فطار النوبي، النوبيين عندهم اجتماعيين وعندهم صلة رحم وكده، فبنعمل دايما فطار جماعي، بنتجمع العيلة صلة رحم ومحبة وفرحة، وخصوصا احنا بقالنا سنتين من عشان موضوع الكورونا كنا ما بنتجمعش مع بعض، فالنهارده الحمد لله يوم جميل بنتجمع مع امامنا كبار العيلة الحاج احمد كبير العيلة عندنا. السلام عليكم. كل سنة وانت طيب يا حاج احمد. طيب الله يخليك. النهارده في يوم جميل، انا شايف انتوا متجمعين وفي الخير دايما. دي الحمد لله دي عوايد النوبيين، التجمع الاهل والاحباب والاصحاب مناسبات يعني بتجمعنا وبنشوف شؤون العائله وبتاع بنتناقش يعني يعني تبقى وسيله كمان انكم تعملوا صله رحم. بالظبط كده. واللي ما شافش حد بقاله فتره بيشوف. ايوه بيشوفوا مثلا في التجمع ده. دي قبيله واحده ولا ولا كذا؟ كذا قبيله. كذا قبيله. ايه وايه وايه بقى؟ اللي في بقى المرداب، في الاحمداب، لكن احنا قبيلتنا قبيله المرداب. قبيله نوبيه عربيه. الجد عربي نزح الى النوبه وتزوج في النوبه. اسم مراد محمد عبد الجليل التريك الاثنوي، نزح من المغرب من تريكه الى اثنى وتزوج من النوبه. فعلا نوبيين ولكن الاصل قرشيين. قرشيين. ان المراد نزح فيه سيدنا الحسين رضي الله عنه. بعد كده اصبحنا نوبيين بقى باللغه وبالمعاشره وبالنسب وبالمصاهره. عشان كده اكتسبنا العادات النوبيه والعربيه والاسلاميه اللي هي صله الرحم والتجمع والفطار الجماعي الجميل اللي انت شايفه ده. ايوه ما شاء الله، انا شايف عدد جميل وشايف كل سنه يا حاج بتعملوا نفس ال كل سنه. كل سنه بنتجمع طب كل واحد بيجيب اكله بنعملها في الجمعيه بتاعتنا. بنعمل برضه فطار جماعي في الجمعيه، بس قلنا بقى ان نغير يعني ونبقى في الهواء الطلق. كل واحد بيجيب اكله ولا 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 هو هنا كل واحد بيجيب اكله بالنسبه للجنينه يعني، انما في الجماعيه بيعمل اكل جماعي. بيتبخ في الجمعيه. انما هنا عشان تبقى الوسيله اسهل في نقل الاكل. بنجيب الاكل ولكن بناكل مع بعض، بنضم الاكل كله مع بعض يعني. يبقى فطار جماعي، كل الاكل بنحطه مع بعض. بناكل الاكل بعد احنا اسره واحده، فكل الاكل ما بنتفرقش، كلنا بناكل من نفس الاكل مع بعض. كل سنه وانتم محبه وسيله رحم ومحبه بتزيد الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيب. طيب. منورنا حضرتك. منورتنا. كبير العيله عندنا منورتنا. منورتنا. كل سنه طيب. زي ما حضرتك شايفين الاجواء جميله جدا، ودي مشاهد قبل الفطار بخمس دقائق تقريبا، وكله في انتظار دلوقتي الفطار اهو. مشهد جميل جدا زي ما حضرتك شايفين. وانت بالصحة.
اه ايوه ده المرادف. دي العائلات ايوه عائلات النوبيه. دي العائلات النوبيه دي قبيله المرادف دي العائلات اللي جواها. المرادف دي كمجموعه دي القبيله المرادف. وعندي بقى الايه العائلات بتاعتها جوه الحمضناب والوالياب والهمداب يعني محمد جدهم محمد. احكي لي ايه ده يا شيخ؟ ده مشروب نوبي بتعمل دقيق دقيق ويتخمر وبعدين بيتحط في ميه. اسمه ايه بقى؟ ابريق. ابريق تفطروا على الابريق؟ ايوه ده في كل بيت نوبي لازم يكون فيه ابريق. ده اهو ده مشروب بقى عباره عن ايه؟ دقيق دقيق بيتخمر وبعدين بيتعمل على ال دوكه في الدوكه نحاس كده وبتساوي يعني هي يعتبر زي القطايف بس اخف شويه. ايوه وبعدين لما يستوي بيتكسر ويتحط في مثلا بيتحفظ بكرتونه وبعد كده بيتوزع بقى على الاحباب يعني. تمام كل سنه طيب. بيتحط بقى سكر وليمون وميه. طبعا على مراسم دلوقتي بتوم الفطار زي ما حضرتك شايفين. السلام عليكم.